Happy birthday to Ali. Happy birthday. يلا 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 يلا. حضرتك طيب باسم يعني اسره الاعلام كله في النادي الاهلي وحضرتك يعني مؤسس هذا الكلام من سنه 74 لما اطلقت فكره مجله النادي الاهلي وقناه الاهلي احد يعني دعائم منظومه الاعلام في النادي الاهلي واحنا باعتبارنا عائله الاهلي بنقول لحضرتك كل سنه وانت طيب. انت حضرتك جزء من تاريخ النادي الاهلي ركن اساسي من اركان اعلامه ان شاء الله باذن الله عقبال 100 سنه دايما ملك في اعلام النادي الاهلي وبتكتب على الشاشه وبتكتب في المجله حاجات كتير بتفيد الجماهير. كل سنه وحضرتك طيب وكل زمايلي واسره النادي الاهلي بخير وعائله الاهلي كلها بخير. احلى كلمه قالت عائله الاهلي لان شاعر ان في عائله هو ده اهم شيء وده الشيء اللي عائله الاهلي عائله المجله عائله القناه ولكننا كلنا من قبيله الاهلي. طيب كل الزملاء كله عايز يقول لك كل سنه طيب سريعا استاذ عصام شركوت. لا انا عايز اقول له سنه حلوه يا باشمهندس وسنين الاهلي مع عادل القيع اللي دايما بينكر ذاته هو النموذج فعلا اللي بيتصدر للناس ان هو ده الاهلي نقطتين يعني الاهلي. كل سنه وانت طيب يا باشمهندس. كل سنه وانت طيب يا باشمهندس وان شاء الله سنوات عديده نحتفل بها بحضرتك في هذا المكان. شكرين. محمود المخبزي. كل سنه حضرتك طيب يا باشمهندس ودايما سيف ودرع النادي الاهلي في كل وقت يا رب دايما. محمد مصطفى انا بتخلي حسن الختام للمسؤول. كل سنه طيب يا باشمهندس عادلي. المهندس عادلي بالنسبه لنا هو الاب الروحي ومش عايزين نقول اكتر من احنا كلنا بنحبه ونقدره. محمد ده 27 سنه يعني. لا 27 ونص يا فندم. كل سنه وبشمهندس الصفقات ودايما في خير وسعاده كده يا رب. كل سنه كابتن هيثم السعيد اللي كان واحد من الصفقات القويه اللي المهندس عادلي عملها. طبعا كنت لسه اقول الكلام ده حضرتك خدته من على لساني. كل سنه وحضرتك طيب يا باشمهندس عادلي ويكفيني شرف وفخرا ان انا دخلت النادي الاهلي من بوابه كبيره بوابه كابتن عادل القيعي وقعدنا يعني يمكن اول لقاء كان مع حضرتك كان في مكتب منشار حلمي لو حضرتك تتذكر وكان ليا شرف كبير جدا ان انا دخلت النادي الاهلي من بوابه كبيره بوابه كابتن عادلي ومزيد من الصحه والتوفيق. انت ضحيت بشيء مهم جدا. انت كنت عضو في مجلس اداره نادي الزمالك وكنا بنبحث الوضع القانوني. انت عايز ترجع تلعب في الاهلي واهلا بيك في اسره الاهلي. اكيد طبعا يا كابتن عادلي واتمنى لحضرتك رياضيه واعلاميه ولا صفقه رياضيه. هو اثبت وجوده الاعلامي بس حضرتك عملت دور في الصفقه الاعلاميه مؤخرا يعني مش عايز اقوله على الهواء. يستحق والله يستحق. ربنا يبارك في حضرتك ومزيد من الصحه والسعاده يا كابتن عادلي يا رب. استاذ عماد الغول رئيس القناه ومسك الختام بقى. دي تاني مره نحتفل على عيد ميلادك معانا هنا. يا رب يا رب يا رب ان شاء الله تبقى 10 سنين قدام 20 سنه قدام كل سنه نحتفل بعيد ميلاد حضرتك هنا معانا في قناه النادي الاهلي ويا رب مزيد من النجاح والتوفيق والصفقات وكل حاجه كويسه للنادي الاهلي يا رب. ربنا يخليك. شاكرين ويعني انا ارجو انا معايا المايك بتاعي العلم نور معاك مايك. يعني انا اشكركم على كل هذا الحب وهذا يعني الود اللائق باسره النادي الاهلي. ارجو ان اكون عند حسن الظن واشكركم على المفاجاه السعيده اللي عملتوها لي دي على الهواء ويا رب خلينا عند حسن الظن. اشكركم. كل سنه وانت طيب يا باشمهندس. تاني تعالوا تعالوا يلا قرار. المهمة اللي اتكلمت على المهندس عادل القيع اللي بنشكر عليها الكابتن أحمد شوبير امبارح الزميل والصديق العزيز فيصل زيدان كان له تقرير أيضا ثري جدا بالإضافة للتقرير اللي زعناه المهندس عادل القيع بناء على رغبته حب يسمع هذا التقرير دلوقتي. أنا سمعتوش امبارح وخيلة ليه الحقيقة اسمعه دلوقتي.